السنه دي كان ليه طعم مختلف. الحمد لله كان حصاد لسنين طويله ورحله تعب وشقى واجتهاد وتميز. فعايزين نعرف بقى يعني المحطه اللي انت واقف فيها دلوقتي بتصنفها بايه وايه احلى حاجه فيها وبتستمتع بيها ازاي، واحكي بقى لجمهورك. هو الحمد لله رب العالمين، يعني السنه دي على ما اظن ان هي اكتر سنه كان فيها يعني جاني الاسمار شويه صغيرين كده من الواحد بيحلم بيه، بس الحمد لله رب العالمين كانت سنه بالنسبه لي مميزه جدا جدا. يعني انا بعد تقريبا دلوقتي 12 او 13 سنه سعي في 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 الموضوع، ناس بدات تعرف شويه، واحد اسمه نور احتمال بيقولوا عليه بيمثل كويس، احتمال بيقولوا عليه بيجتهد. فالحمد لله رب العالمين. انا قصة كلها بالنسبه لي الشغلانه دي، انا دي اكتر حاجه انا بحبها في الدنيا. انا بحب الشغلانه دي قوي قوي، بحس باستمتاع غير طبيعي وانا بشتغل فيها. رد فعل الناس لما بتكون عامل حاجه كويسه والناس تبدا تقول لك برافو او تبدا تقول لك كويس، دي اكتر لحظه سعاده في العالم بالنسبه لي. فالف حمد والف شكر، الحمد لله رب العالمين. ردود الافعال بقى زي ما احنا لسه بنتكلم قبل التسجيل من ناس او من نجوم في الوسط انت ما عندكش علاقه بينك وبين سواء مخرجين او كتاب او غيره، عايز اعرف كان استقبلت ده ازاي، واحكي لنا بقى يعني اللي جالك السنه دي جالك من مين واللي كان بيهنيك وكده. يعني والله الحمد لله انا بقول لك رد الفعل السنه دي كان بالنسبه لي خضضني جدا. يعني انا بالنسبه لي كان الموضوع تكلموا عليه ف لا يعني لما استاذ عمر زهران مثلا يبعت لي مسج يقول لي كلام كويس فيه، استاذ محمد امين راضي لما ياخد صورتي ويكتب عنده بوست ولا عندي في الفريندز ولا يعني ما لناش علاقه ببعض ولا نعرف بعض خالص، كذا حد بنفس المنظر ده، استاذ حنان مطاوع مع ان احنا كنا مع بعض في المسلسل في الرحله بس اتقابلنا بالصدفه ولقيتها بتقول فيا كلام كويس قوي، قالت لي انا كنت عايز اشوفك كنت عايز اسلم عليك وانت يعني قالت الحمد لله كلام كويس. فرد فعل الناس من اساتذه كبار، دكتور حاتم في معهد فنون مسرحيه قال لي يعني كلام هايل جدا ان هو بيهنيني وانا كمان بره المعهد. فده خلاني يعني مش عايز اقول لك قد ايه السعاده اللي انا كنت فيها كانت عامله ازاي، انا ما اقدرش اوصفها، يعني ما فيش كلام فعلا يقدر يوصفه غير رد فعل الناس كمان اللي هو الـ الناس الطبيعيه بقى، الناس اللي كانت بتتفرج، الناس اللي بعيده شويه عن الوسط بتتفرج اللي ما عندهاش كمان، لو انت وحش فانت هيتقال لك انت وحش، ممكن يتقال لك في وشك. فالحمد لله رب العالمين، يعني لقيت اسمي نازل في استفتاءات كتيره جدا انا ما اعرفش عنها حاجه في كذا موقع وكذا مجله، وناس هي اللي بتقول لي، انا حتى مثلا ما اخدش بالي الاقي حد بعت لي اللينك بيقول لي اسمك نازل من احسن الوجوه الجديده اللي طالعه. طبعا دي حاجه بالنسبه لي انا هو اقصى لحظات السعاده في حياتي هو رد الفعل ده.